بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، طلاب الماجستير في الأولى، يسعدني أن أقدم لكم مادة استخدام الحاسب الآلي عام جامعة 1920 في الفصل الدراسي التالي. الفصل طبعا أنا هفتح البرنامج مع سي اس اس، هنلاقي عندي اس عشان مجموعة من الأيتم، مجموعة من الشاشات اللي هنتعرف عليها. هو هذا لازم نتعرف على المحركات، شاشة المحرك لازم نتعرف على المحرك، شاشة المسومات الإلكترونية لازم نتعرف على شاشة المحركات، شاشة القوائم، شريط القوائم عمل النقاط، شاشة المحرك اس بوت ازاي نحول الفنادق نمشي عكسنا من اس بي اس اس، شاشة المحرك جميلة اختيار وقتية او من سيبلز من اس بي اس اس، ازاي احول الفنادق نمشي عكسنا في الكمبيوتر من اس بي اس اس، تابع شاشة المحرك السومات الإلكترونية، شاشة جميلة اختيار الباحث للتحليل الاحصائي المناسب.